هذا البيت المقدس شباب يتزوجون ما عنده أهداف. تقول لي تعال يا فلان تبي تخطب صق؟ إيه بخطب خلاص تواسينا واتفقنا. تقول لي لا وبتعرس. تقول لي ليش بتعرس؟ ها ليش بتعرس؟ بحد واحد يعرس له؟ هو ما عنده إلا بعد واحد في مخيلته واحد يعرس له هو فقط، هذا اللي في رأسه. بينما إحنا حتى أنا متى أحكم على مشروع أنه ناجح؟ إذا الأهداف تحققت. مثلا أنا وديت ولدي معهد علم إنجليزي، المعهد أخذ فلوسي وبعدين أعطى ولدي شهادة امتياز. جبت ولدي قلت يا ولدي أنا بفصل نظارة ولا أعرف إنجليزي تعال ياي، رحت ما عرف يقول لي جود أفترنون وبعدين ما في شيء. هل الفلوس راحت وين؟ الشهادة حتى أودي أخوه بس، هذا مو ناجح، هذه امتياز ما له قيمة. أنا هدفي يتكلم ما يتكلم ما يجيب، بالتالي هذا فشل. فالبيت الزوجي حتى نعرف هالمشروع ناجح مو ناجح، وش الأهداف من الزواج؟ والله ما أدري، لازم ندري.